ووصلنا إلى فقرتنا الأخيرة، حيث تعتبر إرادة البناء من ناحية التنمية البشرية من أهم ما يمتلكه الإنسان بحياته، وهي تعتبر العماد الرئيسي برسم حالة مستقبله. وقد تميز السوريون عبر التاريخ بامتلاكهم هي الإرادة، وخاصة بعد الأزمات، عن إرادة البناء لدى الإنسان بشكل عام، وما يميزها لدى الإنسان السوري بصفة خاصة. رح تكون محاور حديثنا لليوم مع الأستاذ محمد عمار دلول، اختصاص ماجستير إدارة أعمال. صحيح. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. يا هلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نحكي عن مفهوم الإرادة لدى الإنسان وأهميتها. الحقيقة يعني بلش القصة من قبل، أنه شو فكرة الإرادة، أو شو بدنا نعرف الإرادة بشكل عام. يعني فبرأيي أنا طبعا الإرادة هي أي فعل ممكن يقوم فيه الإنسان بوعي. يعني لما بالمبدأ أنه يكون عنده إرادة لشيء، بده يكون عم يعمل فعل معين بوعي معين، هو عارفان شو عم يعمل بهدف معين، وبده شيء ليحقق هذا الهدف. فمثلا إذا كان حنبسط الأمور شوي، إذا رحنا باتجاه الإرادة أنه أنا مثلا أخذ قرار أنه أطلع من هون لمشوار معين، لمكان معين، فهي إرادة أنه أنا بدي أقوم بفعل اللي هو روح هذا المشوار بوعي معين، وهدفي أوصل للمكان هذا. طبعاً هون بقى بلش أفكر بالشكل الطبيعي بوسائل اللي بدي حقق فيها هذا الهدف من خلال إرادتي. فأنا عندي إرادة إنه روح، فبلاقي حالي لو فرضنا ما عندي سيارة مثلاً، فبفكر كيف بوسائل بديلة. فدائما الإنسان بيحاول يلاقي بدائل ليتعايش معه، ففكر إنه مثلاً ممكن روح بوسيلة نقل، يمكن يكون ما عندي الإمكانيات نروح بوسيلة نقل مرفهة مثلاً، فبوصل لمحل ممكن أخذ مثلاً يمكن دراجة هوائية. فاليوم الإرادة بتخلي الإنسان يصمم لفعل شيء معين ليلاقي وسيلة يحقق الهدف. نعم، هون خلينا نحكي عن نقطة هي طبعاً الإرادة بدها تفكير، بدها تصويب نحو الهدف. صحيح. وأخذ القرار بالتنفيذ. صحيح. هون خلينا نحكي عن هاي النقطة. في كتير ناس كتير بتفكر، بس الجرأة باتخاذ قرار بأنه نبلش لحتى نعطي أو ندعم هي الإرادة باتخاذ أي قرار كان بحياتنا على أي صعيد ممكن، هي الخطوة هون صعبة عن بعض. صحيح. الناس خلينا. صحيح. نحكي كيف نحن فينا ننميها وتصير. صحيح. سهلة. حقيقة هي دائما المشكلة بتكون بالمرحلة الانتقالية بين التفكير والتخطيط للتنفيذ. هاي المرحلة الانتقالية بتكون أصعب شيء عند الإنسان، لأنه ممكن يكون بفترة الانتقال بلش يصير في عملية فعل، والفعل هو اللي بده جهد، إن كان جهد عملي أو ذهني أو فكري أو عضلي حسب نوع الهدف اللي أنا حاطه. هاي المرحلة الانتقالية بتكون فيها هواجز عدم النجاح. يعني هي ليش بيصير الإنسان بيستصعب إنه يروح باتجاه تنفيذ الأفكار اللي كان حاطها؟ دائما الهاجز هو إنه ما ينجح بالفكرة اللي صارت أو ما تتحقق معه. فهون الأفضل إنه يحط بينه وبين حاله شو الأسباب اللي ممكن ما تخلي يحقق هاي القصة وما يوصل لها النقاط. هون بنرجع لفكرة دائما كل ما بنحكي، أنا بحب أحكي بهالطريقة، إنه نحط ورقة وقلم ونحط بعدين عنا شيء اللي هو الحسنات والسيئات للقصة، أو المشاكل ممكن نعانيها اللي هي عمليا نوع من أنواع إدارة مخاطر صغيرة. تمام. على المستوى الشخصي فممكن أقول أنه أنا شو ممكن يواجهني إذا عملت هالقصة، بس مو بطريقة تفكير ذهني، لأن طريقة تفكير ذهني قد ما كنت أنا قوي بالتفكير الذهني انقص نقاط او اتذكر نقاط تطلع ببالي وبعدين انسى أو من الفكره. ممكن التفكير الذهني يمكن تلهبت الفكره بتروح، يعني خلاص بكل واحد متحمس قد ما بفكر. صح. فيها بتهمد. صح. يا ما بتكون مثلا واحد طلعت براسه فكره بيقول لك والله راحت من بالي الفكره اللي كانت عندي فكره مهمه ببالي وراحت. فهون التدوين، يعني لما بجيب انا ورقه ضروري الواحد يكتب ويدون فكرته هي شو ما كانت تكون ضروري. صحيح. بس مثلا في اشخاص، في عنا مثلا هلا شباب بالوضع الحالي والظروف الصعبه اللي عم نقضيها كلياتنا مع بعض مكتئبين مثلا. مين. كيف انت بدك تقول لهم والله بدكم تحققوا ذاتكم، بده يكون عندكم اراده، بدكم تكتبوا مثلا الشيء اللي بدكم اياه لازم تسجلوه على ورقه وهو واصل لمرحله كآبه، هدول الاشخاص او هدول الشباب انت شو ممكن توجه له نصيحه؟ من وين بدهم يبلشوا اذا مو عارفين هن اصلا يعني شو هي الخطوه الاولى بلشوا فيها برأيك؟ هو أهم شيء الحافز دائما لأي. تمام. شاب، يعني الحافز الأساسي لأي حدا بده ينطلع بأي فكرة. أكيد. هو الهدف. يعني أنا اليوم مثلا الحافز تبعي حتى لو بدي مثلا أعمل أشتغل بمهنة حرفية،
بس الحافز تبعي مثلا انه امتلك شيء معين، يمكن يكون حافز بسيط على مستوى بعض الشباب انه بدي اجيب يمكن كمبيوتر او موبايل جديد، هذا حافز. بس الطريقه لحققه لهذا الهدف هو عمليا انه اعمل شيء فعل بإرادة معينة اطلع منها بنتائج تحقق لي هذا الهدف. فدائما انا برايي الواحد يطلع من حاله لحاله يحط الحافز، يعني انا اليوم الحافز تبعي وصل لمكان معين. طب المكتئب ما في عنده حافز، بنعرف المكتئب ما بده، ما عنده ما بدي شيء بالدنيا ابدا، يعني انا صحيح. ما بدي شيء ما عنده حافز. هذا الشخص كيف ممكن يبلش؟ يعني اذا مثلا هلا اهله عم يسمعونا كيف ممكن يعني يساعدوه لهذا الشخص، لهذا الشاب او لهي الصبيه ليقدروا يبلشوا حياتهم بالشكل الصح؟ شوفي بالمبدا حتى اذا بدنا نرجع فيها شوي لورا القصه، فكره انه فات بمود اللي هو عمليا نوع من انواع خلينا نسميه يعني ابسط من الاكتئاب، الاكتئاب شغله كثير مهمه صار بدها بقى قصص معالجه نفسيه والى اخره، ولكن موجود. فخلينا نقول اذا هو فايت بمرحله عدم رضا، خلينا نقول توصله للاكتئاب، هون ما في حدا في الحياه واصل لهالمرحله غير من الاساس كان عنده شيء ما قدر يعمله. يعني اليوم ليش فوت انا بهالمرحله؟ كنت عم بحاول اشتغل ساوي شغله وما عم تزبط معي، بحاول ساوي شغله وما عم تزبط معي، بلاقي حالي فت بمود انه انا اليوم وصلني لباتجاه الاكتئاب. فهي القصه بدها تبلش من البدايات. يعني اليوم انا اذا حاسس حالي كشاب فايت بقصه انه انا عم بقنع حالي انه انا عندي حاله اكتئاب، هي لانه بتصير القصه انه واحد بفوت حاله بلوب، هو بيقنع حاله انه بحاله اكتئاب، فبده يكسر الحاجز بانه يرجع يفوت باي شيء كان هو حاطه له هدف لو بسيط، ويرجع بكسر هذا الحاجز بيقدر يخلق حافز يكسر منه هذا الاكتئاب. نعم استاذ عمار، خلينا نحكي بنقطه كثير مهمه اليوم، حالات عدم الرضا وعدم الـ يعني الـ مثل ما بيقولوا الخطوه الاولى صحيح. لتحقيق اي اراده نحن بنحلم فيها هي عم تشمل اكثر شيء بالوضع وبالظرف الراهن هو بمرحله الشباب صحيح. فرص عمل يمكن قليله، الطموح ما عم يتحقق بالشكل الصحيح. اليوم شو هو دور يمكن الاعلام، ممكن التربيه، يمكن التشبيك مع جهات صح. تعنى بالوظائف لتحقيق صح. الغايه والاراده صح. لدى الشباب، خلينا نحكي عنها. حقيقه اذا بدنا نحكي بالوضع بالشكل العام بكل الدول بيكون في مؤسسات معنيه بتطوير فرص عمل تجاه الشباب، وبيكون في مجتمع مدني، المجتمع المدني عم يعمل منظم حاله من خلال جمعيات اوكي صح او منظمات تعنى بدور الشباب، هي بالممارسة العالمية بالموضوع. هلأ نحن اليوم إذا بدنا نسقط هذا الحكي على الواقع السوري، كونه نحن سوريين عنا إرادة وقطعنا 10 سنين حرب وطلعنا منها بخير وسلامة وماشيين باتجاه هلأ نرجع نرمم اللي صار. فاليوم هذا الحكي أسقطه على السوريين، بنلاحظ أنه في مبادرات مثل في حملات كتير عم تقوم فيها مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمال، في حملات عم تقوم فيها بعض الوزارات المعنية، في حملات عم تقوم فيها جمعيات، بنلاقي كل ما نفتح فيسبوك بنلاقي ما بعرف مشروع شباب ما بعرف كيف شباب بصمة ما بقي مثلا. فاليوم في حملات كتير، فاليوم يمكن تكون القصة حتى لو الحملات غير منتجة باتجاه الشاب على الصعيد المالي، ولكن ممكن تعمل له نوع من أنواع الحافز ليقدر يعمل من خلال علاقات اجتماعية تقدر من خلالها يوصل لهدف، يعني يعتبرها هي الوسيله. كيف لما اعطينا مثال انه انا بدي اروح مشوار بلاقي وسيله نقل لتوصلني هذا المشوار لوصل لهدفي، فهي وسيله. فممكن تكون احد الحملات، يعني انا اليوم فايت بمود ما عم بعرف شو بدي اعمل، ممكن انضم لحمله من الحملات، هي الحمله تفتح لي باب انه اتعرف على اشخاص، هي الاشخاص حتى لو كانت تطوعيه 100% هي 100% عم بقول تطوعيه لانه ما بيجي منها عائد مادي، انا هذا اللي حكيته انه ما عم يكون في عائد مادي، بس هالتطوع هذا عم يخليه ينشئ نوع من انواع التراكم الفكري والمنهجيه بالفكر، تحقيق ويحس حاله انه عم يعمل شيء خلينا نقول ابرز ذاته، يعني خلينا نقول يحس يحفز الذات ليقدر يعمل عمليه وعي ليطلع بفكره يحط هدف ويستعمل هاي الوسيله اللي هن هدول العالم اللي استند عليهم ليوصل لهذا الهدف. اكيد في عندنا كثير مثلا بحياتنا اشخاص سلبيين بيكونوا محيطين فينا، يعني هن بيصيروا يحفزوا طاقتك السلبيه صحيح. يحفزوها وبتطلع اكثر، يعني اذا كنت
انت شوية مثلا حاسس حالك انت مثلا فشلت بنقطة بخلوك فاشل بكل شيء بكل حياتك، يعني بيسكروا مثلا بيسكروا كل الطرق بوشك. خلينا نحكي عن هدول الاشخاص وعن تأثيرهم علينا وكيف نحن اصلا بدنا نبعد تاثيرهم السلبي على حياتنا برأيك. حتى اذا مجبورين يعني لانه احيانا في اشخاص مجبورين تكملي معهم فلازم شوفي لا نحن عادة يعني عم نحكي عن المجتمع السوري بشكل عام تمام بتربيتنا من الأساس ما في بظن في حدا بتربيته بالأساس ما كان دائما التربية من صغر من أيام مدارسنا اللي نفس المنهاج كلياتنا وأشياء كان عم تحكي إنه دائما نحن نروح عند الرفيق المجتهد رفيق اللي بيعطيني طاقة إيجابية رفيق اللي عنده مهنة على الأقل أتعلم منه رفيق اللي بيقدر يقدم لي شيء فعادة الوسط الاجتماعي اللي أنا موجود فيه كثير مؤثر على حياتي بشكل عام على مستوى الطاقة الإيجابية إذا بدنا نسميها فبعتقد أنه أصلا الصح والمنطق لما واحد بده يروح باتجاه إرادة ليعمل شيء أنه أصلا يختار الوسط اللي قاعد فيه اللي بحقق له هذا الشيء يعني أكيد أنا إذا بدي يروح مثلا عمر بناية ما لازم مثلا يكون المجتمع اللي حواليه هن عالم مثلا من عاطلين على العمل وقاعدين عم يلعبوا شدة كل النهار فما بيمشي الحال لانه هدول العالم المجتمع اللي انا فيه حيضل يخفف لي الحافز اللي انا موجود لاعمل هي البنايه وبالتالي اليوم لازم انا اوضع حالي بمجتمع بطريقه ما وبين وسط يكون قريب للهدف اللي انا بيساويه حتى اذا كان المجتمع او البيئه او البيئه من اختيارنا انه بس في عالم مجبرين انك تعيش مفروضين مفروضين شو ممكن يتعامل معه هي بالحقيقه قرار يعني بدنا نكون واقعيين هي قرار فانا اليوم اذا كان قراري انه انا بدي اعمل شيء ياما بنشوف انه مثلا بنلاقي بيئه مثلا واحد اخوه بيكونوا بالبيت الكل مو متعلمين طالع بيناتهم حدا مثلا مبدع بالعلم مثلا او واحد منهم مثلا بيقول لك اخونا طلب صار عمل شيء عمل الشغل عمل حرفه عمل قصه عمل فاليوم القصه ما انا مرتبطه انه انا اذا هدول موجودين بحياتي فما حقدر اعمل شيء مرتبطه بقرار شخصي يعني اليوم انا قراري انه اعمل شيء انا فاليوم قراري بدي انجح وفي كمان شغله كمان كثير مهمه هن مثلا الانسان اذا فشل اول مره الثانيه الثالثه خلص مثل ما حكينا انه ما بيعود يكمل بس هو الفشل هو اساس النجاح الواحد يفشل مره واثنين وعشرة ليقدر يوصل لهدفه ونجاحه اكيد ونتمنى النجاح لكل الشباب السوري ونتشكر وجودك معنا ونتشكر معلوماتك القيمه اكيد